تاجر السعادة. مين هيسأل؟ الذي ودعته الملايين بعد رحلة فنية ترك فيها بصمة لا تنسى. أنا علاقتي في الحياة بالفن بتبتدي من عند الناس، هو يحب يشوف إيه. ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري. دايما ببقى نفسي أبقى عند حسن تصور الناس أو ظن الناس. الفنان الخالد صالح وحلقة خاصة فتح فيها قلبه ليقص أحلى الأوقات. كنت دايما وأنا صغير أعمل حديث مع نفسي. وغنى لأول مرة لحبيبته والوطن. دخلت مرة سقف من حي الأزهار في ليلة وحنا صغيرين. القنصل الراحل خالد صالح، الليلة 11 مساء حصريا على الحياة. كل عين تعشق حلوه